والله يا طيار ولا طيار. أنا حصلت على
وده اللي عجبني جدا في الكوردينيشن بصراحه في التنسيق يعني. النوع الثاني ما بقاش يستمر يعني انا بستخدم فعلا في بعض الابلكيشنز بس هنا مش هيستخدم في معين. النوع الثالث هو الانفنس كاركترستكس. ده اللي هو زعلان من كوفي ايه؟ ده بيشتغل على كده تمام كده؟ ده لو انا حطيته هبتديه اي بيك اب يعني بين وهتقول والله التايم بكام سكند. النوع الثالث بس 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 هو بس بيشتغل على 10 امبير لازم هو ده الاي بيك اب قبل ال 10 امبير ما اشتغلش. بعد ال 10 امبير ما اشتغل بس الفرق بين ده وده ان كل ما الطاير بيزيد كل ما الطاير بيصاب ايه؟ بيقل. ده بقى يفرق فعلا يعني الطاير الصغير يستخدم الطاير الكبير. الطاير الكبير هيكسب بسرعه. صح كده؟ طب ده بقى عارف الاطفال تعملوا ايه؟ تقولوا ايه؟ بيك اب بتاع بير ب 10 امبير. طب طيب مستني انا كنت الكيرف كله صح الكيرف ده له معادله معادله الطيب بيتقسم تعكير على الاي سوير دي معادله الكيرف. فكل ما تزود الكيرف كيرف بتاع لفوق تقلل الكيرف بتنزل فين لتحت كده هنسميه تايم دايت هنسميه تايم دايت هو ده الكيرف. والله ده حاجه كتير يعني عايز كده ايه بقى حسب ايه؟ ايه؟
وعليك معايا
كام؟ 600. اعرف شغل الوصول كام في الريشيو بتشوف النهارده ده؟ هل لك ان في ريشيو موجوده ومش موجوده؟ ولا الريشيو انت خالص؟ على العموم في بعض الريشيو مش موجوده، بس انا Thank you.
تعالى اتعمل لي بس هنا ده اللي انا كمان مش كويس صح ولا هتيجي بس نور كده نور وموسع ازاي والله لو حصل اي فوق اصغر اصغر فوق اكتر منه كبير جدا يبقى ماكسيموم وعند اكبر فوق اكتر منه صغير جدا اسمه في مينيموم Thank you.
والله يا ريت هو مع واحد كام؟ واثنين، لو كنت درست كده
ترسم
الاخير مش فوق الفوط حصل هي صح يعني ادفع على الدروس شو كان مش شرط لو في حته زياده او مثلا الاصفار خد منه دولار او مثلا اعطاك فلوس كده فانا بقول لك انا حاطط لهم بس كمل بعد كده شوف بص شويه لو انا حاطط حاجه زي ده خد منه مثلا كتير الكرامه اللي ماشي فيها 100 وفي حته بس حاطط لها 50 جنيه يبقى الله
صبر وصبر تعالى شويه وقال له 210 مش منزلين ميه خلاص منزلين ميه خلاص او بالنسبه لك 110 دول اوفر عليا يبقى سبب ايه؟ لا انت هتقول انت عايز كام؟ عايز 2% زياده دي ستاندرد اللي مش عليه ان اللاين ده مثلا اخر 25% زياده يعني لو انا شغال 50 صح؟ هتقول لي هعمل اول تشيك صغير ايه بقى التشيك ده؟ التشيك ده بيقول انت هتستحمل اوفر بتاع الخطه دي فالاوفر بتاع دي والله انا هستحمل واحد وربع يعني 25% زياده ما يجيبهاش عليا اللي هو مين ده؟ اللي هو اكس بلس اي واي هيديك رقم هنا بالامبير بص يا سيدي واحد حق انا مدير مسافرين لما حضرتك انا بتسال امبير واحد حسب الحسبه دي لقاها بتساوي 187 امبير المساله الثانيه خليها كبيره مين؟ فلما واحد حسب برضه الحسبه دي لقاها دي 25 امبير ده ضرب الرول ده ايه معنى الكلام ده؟ معناه خلينا في الاولانيه خلينا في الاولانيه يبقى اقل من دي بالنسبه لي ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع صح؟ طالما الاوفر بتاعي لا هسمح له جوه الرينج ده خلاص يا عم بره على دي مطمن لكن لو غيرت الحته اللي هنا ده زي ما قلت 200 دي جنب دي خليت 80 امبير قلنا واحد وربع 80 زائد 100 طلع 225 امبير يعني مره بيقولوا ايه؟ انا هسمح لللاين ده ان هو يشيل 25 صح؟ يعني لو مش مربع على كام؟ على كام؟ يبقى لو لقيت الرقم ده يبقى اول حاجه هتعملها هتضمن المحيط ده واحده ده طلع عن المظبوط تقول والله سيتنج 2 بيساوي 2 فار اكس اللي هو انا بكام بقى؟ ب200 هتيجي هنا هتعمل لي شكل ده لو لقيت الرقم ده اقل من 200 يعني اقل من سيتنج 2 اقول لك هنا سهل جدا تخلي لي سيتنج 1 هو سيتنج كام؟ وتعمل لي 200 امبير تمام؟ طالما الماكسيموم بتاعي جوه الرينج لكن لو قلت انا هسمع ب 225 امبير زياده ودي بتقول يا عم دي 200 معناها كل شويه اشتغل كل بس هو كل اشتغل لا يا عم لو لقيت الرقم ده اكبر من سيتنج 2 اللي هو 200 امبير يعني لازم بقى اخلي سيتنج 1 ده اكبر من كام؟ 225 ظبطها بقى بس المهم يكون اقل حاجه كام؟ 225 انت بقى والله 200 ماشي 240 ماشي 250 ماشي براحتك بس اهم حاجه تتعدى الناس تكون اكبر من او يساوي ال 225 امبير واحنا لو خلاص يا عم انا هخلي الاستنج واحد ده ب 250 امبير صح تمام يبقى هو قال سيب لي استنج بعيد عن كده فانا بعمل لي شيء كده انا هسمح ب 25% زياده لقيت المسموح بالنسبه لي اقل من 200 يبقى ينفع تخلي 200 لقيت المسموح بالنسبه لي اعلى من 200 لا يبقى استنى السن ده يعدي ال 200 شويه 200 شويه اللي هو المسموح بتاع اللي هو 215 جنيه ونكمل حلقه عادي يعني كمل حلقه عادي طبعا خلاص هتجيب له الاكبر هنا وتجيب له الاكبر هنا وتقول له والله البعيد كام ضرب كام؟ ونص بعد كده تجيب له الكام بتاعه وتزود عليه كام؟ 3/10 يبقى بقيت الحل ده عادي خلاص يا السبيشال كيس الثانيه بقى اللي هو المطار فيوز عند اخر مسار هل هنا في حمل زياده خارج المسار ولا لا؟ يعني مثلا دخل منه خط ولا حاجه؟ لا خلاص طالما مفيش مشكله طالما مفيش حمل زياده خارج المسار قلت له خلاص انت عندك جهاز جهازين صح؟ هتقول لي سيجن واحد بيساوي سيجن اثنين بيساوي اثنين في الحمل ب 200 امبير وواحد بيساوي واحد بيساوي 210 هيساوي 5 امبير نيجي بقى للبلان سيفن بلان سيفن هو الاربع عايز هو كام؟ 4 يبقى 4 كام؟ 4 كام؟ طيب بقى لا لا يساوي نص هنا ليه؟ الفيوز اللي انت عاملها دي كانها
كان اول بيجيب لك الانستانتينيوس دي مع الجهاز. يعني هو قال لي ميكانيكا تلاقي الانفرس تايم مع حته الانستانتينيوس او ديفر تايم مع حته الانستانتينيوس. في الديجيتال باور كونديشن دي وظيفه انت بتدفع عنها صح كده؟ تقول لها صح كده؟ تدفع عنها خالص. يعني اشتغل الانستانتينيوس والتستنج فاليو. احنا بقى نعمل ايه هنا؟ هنفعل الانستانتينيوس ليه او هنركب الانستانتينيوس ليه مع الانفرس تايم. الرقم بتاع الانستانتينيوس ده 50. الرقم بتاع الانستانتينيوس ده 50. 50 50 50 خلاص. احنا عاوزين صح؟ وقالت لازم يبقى مره ونجيب التايم ده بتاع كل كير وهكذا. دلوقتي يقول لك اخر سؤال هيقول لك ركب لي الانستانتينيوس ليه؟ ده ليه دي سؤال. لما تيجي تركب الانستانتينيوس ليه؟ بعد سؤال هنا هو انت اصلا بتكلم الانستانتينيوس ولا لا؟ يعني انت بتعمل لما بتلاقي الانستانتينيوس ليه ولا لا؟ بصراحه هتقول لي انا بخصوص لازم الانستانتينيوس صح؟ ليه؟ عشان تشوف الكومبليشن يعني عشان تطلع قوي والبخصوص بالنسبه لي مهم جدا واقدر انا هو بتاخد المنطقه دي اذا جاب الصوص لازم احط ايه؟ الانستانتينيوس ليه؟ تمام؟ طب بقيت المسطره بقى Hello.
يعني كمان شويه هديك مساله مش هنسال فيها القانون خالص. اصل ولا اولاد من الشكل ده يعني نستطيع نفس القوانين تمام، بس نسال القوانين لو ما فيش داتا كافيه عن الله اللي هو الدور ده. تخيل تعمل مساله وتقلدها. لو حصل كده خلاص انا بتاعي كده عايز اعرف بقى انا اصلا بس هديك ولا لا؟ يعني انت سامع بروسيس ولا بروسيس؟ عشان تفرق بين المساحه والمساحه دي ينفع. تمام؟ لو طلع 400
عشان يدخل. هنا هتيجي هنا من غير ما تعمل تشيك ايه؟ نتائج، حتى لو عملت تشيك، حتى لو جبت مرة 31 في 2000 بكذا، وطلع الثلاث ملايين، عملت 1.4 مثلا. 1.4 دول يعني مش محتاج، مش محتاجين، ده محتاج عشان جاب الصفار. خلاص كده؟ يبقى اي باسبور غير الصفار طبعا هو او التشيك ده. لكن الباسبور غير الصفار يبقى محتاج الصفار. تمام كده؟ في بقى حالات هنسمعها دلوقتي ودي اهم واحده فيهم. مثلا كيبل ولا الكيبل ده له داتا بيشيل 150 امبير بيشيل 150 امبير سامعين كده؟ بيشيل 150 امبير خلاص كده؟ وبنحمل 4000 بس الطاقه بتم ب 10 ساعات. ال 150 امبير دول هم الدكتور بتاع الكلام يعني دول بيشيلوا بعدين. انما لو بيشيل 4000 هيتضمن على قد ايه؟ يبقى ده بنسميه باور كيبل ماكسيموم وده بنسميه الويسترن تايم اللي هو التايم بتاع التحمل. يبقى التايم ده معناها ان الكابل لو بيشيل 4000 امبير هيتضرب على 2.10 ثانية. خلاص كده؟ اه هنعمل ايه بقى في الداتا دي؟ بص يا سيدي لما تيجي تجيب الداتا ساعتها لما تيجي تحط الاستاتيكس عشان تطلع لي خلاص انت حليت المساله او ساعات بتيجي المساله هو اللي عامل سيتنج للانفيرس اللي هو كام بقى؟ 51. انا مثلا عملت سيتنج للريفس واحد بيديك ستنج ده يعني هو حصل انا اللي عملت سيتنج هو صبرها بس بيقول لي اشيل هنا هل انت محتاج الاستاتيكس ولا لا؟ يبقى هنا بقى السؤال لو الاشكال مش بالشكر مرج ايه؟ قال لك بص يا سيدي هو لو مر 4000 محتاج 4000 ايه؟ على سهل صح؟ 4000 دول شوفوا عليهم بس انت مركب هنا امس ليه؟ اللي هو كام 51 هو السؤال يبقى لو تيجي تعمل الجهاز تبقى طبعا عطلة 4000 ما ينفعش يعني روح الجهاز هات
بعد كل الاول بعد التشكيل الاول بروح على ايه؟ بوديله الطرف. والله لا انا مش خلاص مش عايز. انا طرف التدين تتعمل بقى. خلاص كده؟ انا اخد مثلا
هتعمل ايه؟